الحقيقة كنا في اليومين اللي فاتوا كده، أنا مش هتكلم في تفاصيل كتير، لكن اليومين اللي فاتوا كنا بنتكلم على المعاشات وإن إحنا المبلغ المقرر لرفع نسبة المعاشات في إطار 10%، وكان في سؤال طرح، يا ترى الحد الأدنى 500 ده كفاية؟ أنا بقول لا مش كفاية، بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى نقدر نخليه أكتر من كده ولا لا؟ إن كان ممكن نخليه أكتر من كده وإحنا ما عملناش ده، يبقى إحنا قصرنا في حق أهلنا. لكن لو ما كانش ممكن، ده أنا ساعتها وهم بيعرضوا عليا الموضوع قلت لهم طيب أنتوا درستوا الموقف ده ونتائجه خلال السنين اللي جاية هتبقى عاملة إزاي؟ قالوا طبعا درسنا. طب اعرضوا اللي درستوه. الكلام انا صعب مش كده؟ صعب صعب قوي. يعني اوعوا تتصوروا ان اللي حصل خلال الخمس سنين اللي فاتوا تأثيراته مش كبيرة وعميقة، تأثيرات كبيرة قوي وليها تكلفة، ليها تكلفة علينا كلنا. حصل تغيير صحيح، لكن في ثمن لازم كلنا نبقى واخدين بالنا من اللي انا بقول عليه ده. انا مش عايز في اليوم الجميل ده ان انا اتكلم بشكل، احنا ماشيين كويس، لكن انا حبيت اشاور على النقطه دي تحديدا لان احنا محتاجين نعرف كده. مفيش تقدم بيتم للامم غير بعمل وصبر واخلاص وامانه وكمان شرف في كل كلمة في كل إجراء في كل تصور، ولازم نكون متأكدين ده هيجيب نتيجة كويسة. فأنا حبيت بس أشاور على أن لو كان ممكن أن احنا نزود أهلنا أكتر من كده، محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب مصر، بس برضه هو جيب مصر مش فيعني عايز أقول للنقطة دي تحديدا عشان لكل إنسان بيعاني في مصر، والله إحنا حاسين بيك وشايفينك ونتمنى إن إحنا من خلال بلدنا وبلدك إن إحنا نقدم لك أكتر يعني. فأنا بس حبيت أقول لهم الكلمة ديت في الشهر الكريم ده، لأنه كنا نتمنى يكون أكتر من كده.